أهلا بكم متابعي أخبار المنتخب الوطني الجزائري. تم إصدار الحكم النهائي في قضية الدولي الجزائري يوسف عطال، حيث تم الحكم بالسجن مدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ على عطال مع غرامة مالية مقدرة ب 45,000 أورو حسب RMC سبور. إذن يتوجب على الدولي الجزائري يوسف عطال الخروج سريعا من نادي فرنسي ككل، والبث عن النادي يحترمه ويحترم مبادئه كالدوري الألماني أو الدوري الإنجليزي أو الدوري التركي. فالدولي الجزائري يوسف عطال محل اهتمام العديد من الأندية، خصوصا مع قضيته التي أثارت جدلا عالميا والتي حكم بسببها بسبب دعمه للقضية الفلسطينية بسبب ما يتعرض له سكان غزة من ظلم طرف الإسرائيليين. لكن يوسف عطال في أحسن الأحوال في تربص المنتخب الوطني الجزائري، وأكيد أن ردة فعل الدولي الجزائري يوسف عطال على فرنسي ستكون قوية ومتمثلة في مستويات متميزة في كأس أمم أفريقيا في الكوت ديفوار والتتويج بالنجمة الثالثة. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.